اغلب الصحافه موجهه، فلازم يبقى في صحافه بديله، فعشان كده حاولت ان انا اقوم بدوري. في ناس بتقول كلام تافه جدا والناس بتبقى مهتمه بيهم، وفي ناس بتبقى في موقع حدث بس عندها 21 فولور مثلا. بتابع الاخبار وبحاول انقل الاخبار، بس طبعا ان انا فرد يعني الناس دايما ما كانتش بتصدقني، في ناس كانت بتخانق معايا مع ان انا بقول الحقيقه اللي شايفاها، فيعني حتى يعني انا متهيألي ان انا كده هيبقى لي مصداقيه اكتر. بيدي بنج كده للناس تتزق، لا كلنا زي بعض، كلنا على النص صح، ادي ستوري كل الكلام الناس فيها مهم. عدم الوضوح اللي موجود سنه في الصوره ده بسبب ان ايدك سن اتهزت وانت بتصور. يلا كلنا نطلع بايظ، افتح كاميرا، خد الاول ستاب شوت بتاعك، مش التاسيس بتاعك، ناس واقفه بتضحك، اي مشهد هتاخده بكاميرا الفيديو لا يقل باي شكل من الاشكال عن 10 ثواني، لما دوست ريك ما توقفش قبل 10 ثواني. دخلت كذا ورشة صحافة يعني بحب الكتابة وكده. هو عموما الفكرة يعني شخصيا دي لمستني قوي، ان انا يعني اخري كان فيسبوك يوتيوب، هو فتح لي افاق جديدة قوي يعني عالم تاني غير الفيسبوك واليوتيوب. كل اللي ادونا يعني كانوا ناجحين في المجال ده، فده فادني برضه يعني. ما اعرفش ممكن واحد ينجح عن طريق النت، يعني انا عارف النت ده مجال محدود وهم ناس معينين اللي بيقولوا يعني هو لايك اخرها خلاص بيقفل بس، فيعني فكرة جديدة بالنسبة لي. تبتدي بفعل، فعل له علاقة بالحدث، تظاهر، انا بحب الصحافه وبحب الكتابه وشايف ان هي الموضوع مش يعني ده موضوع مهم جدا في الميديا. اهم حاجه دلوقتي هي صحافه المواطن، يمكن ده اللي بيتكلم عليه موقع ماتي، هو ده المستقبل، ان كل مواطن يقدر يمثل شغل صحفي، كل مواطن في مكانه. لو حصلت مشكله في مثلا في منطقه معينه قبل ما اجيب صحفي، لا انا اخلي كل مواطن هو اللي يبقى صحفي، هو اللي يبعت. فموقع ماتي على ما اعتقد ان هو ماشي بالخاصيه دي او بالشغل ده، ويمكن ده انفراد حلو ليه ان هو يقدر يمشي بحاجه زي دي، حاجه جديده في مضمونها. شايف ان لو هو استمر على كده الموضوع هيختلف تماما مع الناس، ان هو يقدر يصنع من كل مواطن صحفي حر يقدر يطلع الحاجه اللي عنده او يطلع الموهبه اللي جواه. انا دلوقتي مثلا عملت تحقيق صحفي قبل كده او حاجه زي كده، انا عايز اعرف هل ده فعلا التحقيق ده ايه المرض اللي فيه؟ ايه الغلط اللي انا اتخذيه بعد كده؟ احنا مفتقدين ده، ازاي ده انا اقدر احل المشكله دي؟ في حد محرر بيقعد يشتغل ويعيد صياغه الموضوع بتاعه او يحسن منه حاجات، او يتصل بيك ويطلب منك تحسين مجموعه حاجات، وده ده اقرب لفكره التعليم عبر العمل. سمر محمد الشناوي. صفيه محمود السيد.